هاي، أكلتنا لليوم لحمة مع خضرة بالعسل، وجنبها رح نقدم قمح بالزبدة. وصفة طيبة كتير ورح تشوفوا قديشها سهلة. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا خدمة الجرس تيوصلكم كل شي جديد. بصينية خاصة بالفرن بدنا نحط بطاطا حلوة، فطر، لحمة مسلوقة، حار، فليفلة، بندورة وبصل. أما للصوص زيت زيتون، عسل، سويا صوص، ملح، 7 بهارات، كزبرة يابسة، حبق، أوريغانو، وآخر شي كاتشب. نسكب الصوص على الخضرة ونخلطهم منيح. إذا بتحبوها مرقة فيكن تضيفوا لها مرقة لحمة أو مرقة دجاج. ومندخلها على الفرن على نار متوسطة لساعة. أما للقمح بالزبدة رح نقلي ورقتين غار ومنرجع منضيف قمح مسلوق ومنتركن على نار هادية لخمس دقايق. هذه كانت وصفتنا لليوم. إذا عجبكم الفيديو أو عندكم أي اقتراحات اتركوا لنا إياها بالتعليقات.